الأطباق الفضية، حكاية من التراث الفرنسي. في إحدى ليالي الخريف قدم رجل مسافر إلى بلدة رينو في جنوب فرنسا. كانت علائم السفر الطويل واضحة عليه، إذ بدا متعبا ومجهدا. وحال وصول الرجل إلى مركز المدينة، توجه إلى أحد مطاعم البلدة. هل لي في مساعدتك؟ أود قضاء ليلتي هنا لو سمحت. على الرحب والسعة، عندك نقود؟ نعم لدي نقود، تفضل. لا غبار عليك الآن، تفضل من هنا، تفضل. لا شك أن رياح الأهل باردة جدا، أكان سفرك طويلا؟ لقد مشيت طوال النهار وأكاد أموت جوعا. إذن سأحضر لك طعام العشاء في الحال. أنتم أيها الأولاد هيا اذهبوا هيا. أريد أن أحدثك بشيء. ماذا تريد؟ أنا مشغول. إنه كان سجينا. ها؟ أحق ما تقول؟ أجل، لقد رأيت تصريح خروجه بعيني. المعذرة، يجب أن تغادر المكان. أخبرتك أني قادر على دفع المصاريف، أتريد أن أدفع لك مقدما؟ تفضل آتني ببعض الطعام أو حتى بكوب ماء أرجوك. قلت لك أخرج من هنا وأنا أعني ما أقول. إذن فقد فهمت، عرفتني إذن. ها؟ أجل، عرفت من أنت. أنت جان فالجان الشهير بالمدية الحديدية، القوي العنيد. هيا ولا تعد ثانية. إن جميع نزلائي من الناس الطيبين المحترمين، ولا مكان لأمثالك هنا. هيا هيا. من هو هذا الرجل جان فالجان؟ وما الذي اقترفته يداه حتى أصبح الناس يكرهونه هكذا؟ أظنك تشكو من العطش يا سيدي، خذ اشرب. سرعان ما انتشر نبأ وصول جان فالجان إلى البلدة، فما كان من الأهالي سوى البقاء داخل منازلهم خلف أبوابهم الموصدة جيدا. في الليل اشتدت قسوة الرياح واشتد الجوع بجان، وهده الإعياء والتعب حتى شارف على الانهيار. أوه يا إلهي، لقد تعبت، إلى أين أذهب؟ يا إلهي. نظر جان فرأى نورا، نورا يحمل له الدفء الذي حرم منه طويلا، وبدا النور وكأنه يدعوه إليه، حتى أن الباب لم يكن موصدا. يا إلهي، إنه ذلك الرجل
الذي خرج من السجن، إنه هو يا سيدي. أوه ماذا أفعل؟ اهدئي اهدئي، دعيه يدخل أرجوك. ولكنه قد دخل يا سيدي، إنه عند الباب. أجل، أنا هو، لقد خرجت من السجن منذ 4 أيام. أنا الذي زج بي بسبب رغيف من الخبز 19 عاما. أرجو أن تعدي مكانا لضيفنا على مائدة الطعام وبسرعة يا عزيزتي. هيا هيا. ماذا تقول؟ وهل سيأكل في هذه الأطباق؟ وأحضري مصباحا بدلا من هذا أيضا. حاضر يا سيدي. ألم تسمع ما قلته يا سيدي؟ هذا هو تصريح خروجي، وقد كتب فيه: جان فالجان رجل خطير وسجين سابق، قضى في السجن 19 عاما، منها 5 سنوات من أجل حكم بالسرقة، و14 عاما لمحاولته الفرار. لقد أغلقت جميع المنافذ في وجهي يا سيدي بسبب هذه الورقة الصغيرة، فلماذا تستضيفني أنت؟ قل لي. أعرف من أنت، أعرف من أنت. لقد انتشر خبر إطلاق سراحك في المدينة، بإمكانك أن تمكث هنا يا بني، تفضل. أنت رجل كريم جدا يا سيدي، وأنا أشكرك. لقد نلت جزاء ما فعلت. هلما تفضل بالجلوس، سيهيأ لك مكان للنوم بينما تتناول طعامك. لم يرى جان أو يسمع أي شيء لشدة انشغاله بالطعام. وأخيرا وبعد أن امتلأت معدته الفارغة، جابت عيناه المائدة الغنية بالأطباق الفضية. إن هذه الأطباق لثمينة حقا. إنها من الفضة الخالصة، وهي الرفاهية الوحيدة لدي. إنني أقدم بها الطعام لضيوفي. أوه شيء لا يصدق، هذه الأطباق ثروة بحد ذاتها. إنه لمن دواعي سروري أن تعجبك. لابد من ذلك، فهذا هو الوقت المناسب. إن ثمن تلك الأطباق الفضية يعادل ما كسبته في السجن طوال 19 عاما. الآن هيا، ليس لدي ما أخشاه، أنا سجين سابق ولن يغفر لي ذلك أبدا. رأى جان السيد ميريل نائما بهدوء واطمئنان تحت ضوء القمر. تسلل شعور قوي غريب إلى صدره. ولكن سرعان ما اختفى هذا الشعور. على الزهرة المسكينة. أوه. أوه.
بس مكانك اركض وحاول الهرب. أكاد لا أفهمك يا سيدي، أتسمح لرجل من هذا النوع بالنوم بجانب غرفتك؟ نحمد الله على أن الأمور انتهت بسرقة الأطباق فقط، ولكن شيء عجيب، أيسرق من أكرمه؟ شيء غريب. وماذا عساي أن أفعل؟ لقد انتهى الأمر. ماذا تقول؟ أنت لا تفهمين، إنها ملك للفقراء أولا وآخرا، لذا فإن سرقته لها لم تكن ذات أهمية أبدا. من الطارق؟ في اللحظة التي رأى فيها رجال الشرطة قد أحضروا جان فالجان، أدرك الرجل ما حدث. إنه أنت؟ كم أنا سعيد بعودتك، لقد نسيت أن تأخذ الشمعدانين. أتعرف هذا الرجل يا سيدي؟ لقد وجدنا معه هذه الأطباق الفضية. أظنه حدثك بالأمر، لقد أمضى معي ليلة البارحة، هذا ما حدث بالفعل، ولا شك بأنه قد حدثك عن هذين الشمعدانين. إذن لحاجة لاعتقاله يا سيدي. طبعا وبكل تأكيد. ارفع يديك عني. هيا لا تنسى أن تأخذ الشمعدانين، فلسوف تبيعهما بمبلغ جيد كما أظن. هيا تفضل خذهما. لا شك أن في هذين الشمعدانين فائدة لك ولأسرتك، فهمت الدرس؟ وهكذا استعاد جان حريته من جديد بفضل السيد ميريل، ومع ذلك كان قلبه لا يزال يشكو من الألم والحزن الدفين. لم أكن أصدق أن أمثال ميريل ما زالوا على وجه الأرض. يا إلهي، أأنا مخطئ إلى هذا الحد؟ أأنا شرير؟ كلا، أنا لست شريرا، لست شريرا. كان الجميع أعدائي إلى أن قابلت هذا السيد. لا شك أنني مخطئ، لا شك. لكن ماذا عساي أن أفعل الآن؟ أصبح طيبا ومستقيما فجأة؟ هل يمكنني أن أفعل ذلك؟ هل يمكن ذلك؟ سامحني يا رب. لا 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 لا. في تلك اللحظة اقترب ولد من جان. لا 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 لا. هل لا أزحت قدمك يا سيدي؟ ماذا قلت؟ لماذا أزيح قدمي؟ إنك تدوس بقدمك على قطعة النقود. ما اسمك أيها الصبي؟ جلفة الصغير، اسمي لا يهم، هيا أعطني قطعة النقود. أزح قدمك، لقد تعبت كثيرا من أجل تلك النقود، وأنا بأمس الحاجة إليها، أعدها إلي أرجوك. هيا اغرب عن وجهي، هيا. حتى لو خطر لك أن تسأل جان تفسيرا لفعلته تلك لتعذرت عليه الإجابة، فقد تصرف بمحض غريزته التي اكتسبها منذ 19 عاما داخل السجن. أعطني نقود.
ماذا فعلت يا إلهي؟ ماذا فعلت يا جلمة؟ جلمة جلمة جلمة. لقد تفجر قلب جان غضبا، فكره نفسه لما اقترفه من ذنب وغش في المهمة الأولى والثانية، وخاصة بعد أن شارف على التوبة والاستقامة. لقد رأى نفسه على حقيقتها للمرة الأولى في حياته، فعرف كم هو إنسان بغيض. ومرت أيام على مغادرة جان لبلدة رينو، وها نحن الآن في مركز شرطة تلك البلدة. ألم تمسكوا بجان فالجان؟ كلا، لم نمسك به بعد يا سيدي. إذن أمسكوا به حالا، لم نستطع أن نقتفي أثره يا سيدي. لقد سرق قطعة نقود صغيرة، إنها مسألة تافهة يا سيدي. اسكت. وأي فارق هناك بين جريمة كبيرة وأخرى صغيرة؟ القتل واللصوص سيان أمام العدالة. الجريمة هي الجريمة، ومن واجبنا القبض عليه. سأمسك بك مهما طال الزمن يا جال فالجال، لن يحول شيء بيني وبينك أبدا. ومرت سنوات خمس، وها نحن الآن في قرية صغيرة تبعد قليلا عن مدينة باريس، وها هي امرأة تدعى فانتين تسير في الطريق بصحبة طفلتها. لقد أتت فانتين لتوصي برعاية طفلتها كوسيت إلى السيد شناردير وزوجته، اللذين يملكان فندقا بسيطا. وكانت فانتين قد أنجبت ابنتها كوسيت بعد وفاة زوجها بقليل، فما كان منها إلا أن اشتغلت بمصنع في باريس لتعمل على تربية طفلتها، ولكن المرض داهمها فأقعدها عن العمل حتى طردت من وظيفتها. ها قد وصلنا الآن. يا أهل جمال هاتين الفتاتين، السعادة تبدو عليهما. أيتها الفتاتان، كفاكما صخبا. ها، من أنت؟ أنا فانتين، لقد حدثتك صديقتي عني. أجل أجل، لقد سمعت عنك. أهذه هي إذن الطفلة التي ستتركينها لنا؟ نعم، اسمها كوسيت وتبلغ من العمر 3 سنين. هكذا، إنها بعمر ابنتي الكبرى أبوني، وأذلما هي الصغرى. إنهما جميلتان حقا. شكرا، ولكن ليست بجمال ابنتك. الحمد لله، لقد أصبحت كوسيت واحدة منهن، سوف تشعر بالأمان. نعم. هاي، أين أنت؟ تعالي بسرعة. لحظة من فضلك. ها، ماذا تري؟ كيف تبدو لك؟ الطفلة ترتدي لباسا لا بأس به، يبدو أنها ستكرمنا حينما يأتي موعد الدفع. يبدو أن في انتظارنا صفقة رابحة جدا. اطمئن ودع الأمر لي، سوف أحيطها بكل الرعاية. ترى ماذا يخبئ القدر للطفلة كوسيت؟ هذا ما سنشاهده في الحلقة القادمة. يبدو أننا بصدد صفقة جديدة. فعلا، إنها ترتدي ثيابا راثة بينما تلبس ابنتها ثيابا زاهية. دعيها تدخل. تفضلي تفضلي بالدخول. حسنا، لن أستطيع الحصول على عمل جيد إذا رعيتها أنا،
لذا سأدفع لكما 7 فرنكات مقابل رعايتكما لها، ما رأيكما؟ يجب أن تدفعي 6 أشهر مقدما، مضافا إليها 15 فرنكا كأجور تحضير، وبالطبع ثيابها معها، أليس كذلك؟ قل لي ثيابها؟ إنها من الحرير الخالص، انظرا. انظر، إنها من الحرير. حرير، يا لم المسه الناعم الجميل. والآن هذه هي النقود، تفضل 57 فرنكا كما طلبت يا سيدي. لا بأس، لا يهمني الطريق، سأعود مشيا على الأقدام. حسنا، كوني مطمئنة، سنحيط ابنتك بالرعاية المثلى، سنربيها تربية الأميرات تماما. أجل، هذا ما أرجوه، فهي ثروتي الوحيدة. أمي أمي يا حبيبتي، لماذا ثيابك متسخة؟ أنا سعيدة جدا يا أمي. حقا، هذا شيء يسرني، لا شك أنك ستكونين لطيفة. أنت ذاهبة؟ أجل، ولن أغيب طويلا، سأذهب إلى مكان قريب ثم أعود يا عزيزتي. تعودين؟ نعم سأعود، لا تقلقي. أمي كيف لي أن أعيش بعيدة عنك؟ انتظريني هنا يا صغيرتي، أنت فتاة مهذبة وسوف تسمعين الكلام. كوسيت، عزيزتي، أمي، أمي، أمي. وهكذا افترقت الأم المسكينة عن طفلتها، تعدت عنها دون أن تعلم ما الذي يخبئه لهما الأقدار. هكذا الأمور إذن، إن فانتين على استعداد لعمل أي شيء من أجل صغيرتها. هاي، ما الذي تفعلينه هناك؟ انزعي عنها ثيابها، كيف لنا أن نبيعها إذا ما اتسخت؟ الحق معك يا عزيزي، تعالي سننزع عنك هذه الثياب. انطلقت فانتين إلى البلدة الصناعية مونتريال في شمال فرنسا، متخيلة سوء المعاملة التي تنتظر ابنتها، وبلهفة بالغة كانت تنتظر أنباء ابنتها كوسيت خلال أيام العطل. ألديك رسالة لي؟ إنها من ابنتي، أرجوك ابحث. لحظة، تفضلي. شكرا لك. إنها رسالة من ابنتي. حسنا، ماذا بها يا ترى؟ والآن وبوجود كوسيت معنا، أصبح البيت كالحديقة المليئة بالزهور، فإنها تتمتع بصحة جيدة وتنعم بشهية كبيرة، حمدا لله. يا إلهي، لا شك أنها في سعادة كبيرة، سأعمل ليل نهار من أجل صغيرة كوسيت. أما الثياب التي ابتاعتها الأم المسكينة لصغيرتها فقد باعها الشريران منذ مدة طويلة. هيا تناولي. مسكينة كوسيت، إنها ترتدي الثياب القديمة وتأكل من بقايا الطعام. تشبه الكلب حقا، فلنجعل منها كلبنا الصغير، ما رأيك؟ هذا معقول. يا لك من طفلة وقحة، وتضحكين أيضا. مع كل هذا كانت الرسائل تصل إلى فانتين بشكل مستمر، وفي كل واحدة طلب لمزيد من النقود. ما رأيك الآن يا زوجي العزيز؟ يا لكثرة مشاكلها، سأرى.
تناولت 3 قطع من الكعك. إيه؟ أحق ما تكتبين؟ قولي لي. يا لك من أحمق، وما الخسارة في أن نحشو الرسالة بالأكاذيب؟ علينا أن نفرح والدتها قليلا. أحسنت يا زوجتي. يا إلهي، ماذا عسي أن أفعل الآن؟ كيف أتصرف؟ نقود ثانية، أنت ترسلين كل ما تكسبين. إنهم بحاجة 10 فرنكات للملابس الصيفية. ألا يدركون بأنك تعيشين 3 فرنكات وترسلين لهم 15 فرنكا؟ وما باليد حيلة، فأنا لا أريد أن ترتدي ابنتي ثيابا قديمة، فقد بلغت الآن 5. يا إلهي، لقد عاودك السعال من جديد. لن تستردي عافيتك ما لم تحسني تغذيتك. سأصنع لك بعض الحساء. شكرا لك يا سيدتي. لا داعي للشكر، فهذا من حق الجار. منذ اليوم سأنام لمدة 3 ساعات فقط كي أنجز في الخياطة أكثر. وإذا ما اقتصدت في التدفئة واقتصر غذائي على كسرة خبز واحدة في اليوم، فسأتدبر أموري دون شك. يا إلهي. كان في هذه البلدة الصناعية معمل وحيد انفرد في صناعة كرات الزجاج الأسود المزينة. في تلك الأيام كانت كرات الزجاج الأسود الحقيقية باهظة الثمن وصعبة المنال، لذا سارع الناس لاقتناء الكرات المزينة التي اشتهرت بها بلدة مونتريال، والتي عادت عليها هذه الصناعة بالمال الوفير. إنها جميلة جدا، حقا جميلة. إنها جميلة. سيد مادلين. كان مادلين رائد هذه الصناعة في تلك البلدة، وقد عين محافظا لها تكريما له على الدور البارز الذي لعبه في تطوير ونهضة البلدة في هذا الميدان. وقد عرف محافظ البلدة بحبه ورعايته للفقراء والمساكين، فكسب احترام وتقدير جميع من حوله. شكرا يا سيد مادلين. شكرا. 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 العمدة مادلين. هيا 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 هيا. ما هي حقيقة هذا الرجل يا ترى؟ لابد أن أعرف. إنه يشبه جان فالجان إلى درجة كبيرة. يا للغرابة. حمدا لله، حمدا لله، فإن كوسيت بأحسن حال، وهذا يسعدني جدا. هل اشتروا لها الهدية يا ترى؟ أتمنى ذلك. كوسيت، عودي إلى الغابة مرة أخرى، عودي كي تحضري مزيدا من الماء. هيا هيا. حسنا. مسكينة كوسيت، كانت أمها تعتقد أنها بأيدي أمينة، ولكن كتب عليها أن تعاني مثل أمها. وانقضى الصيف وأتى الخريف، وانقضى الخريف أيضا فحل من بعده الشتاء، وغدا جسم الأم فانتين هزيلا ضعيفا، وتضاءل كسبها من النقود بينما ازدادت مطالب شناردر وزوجته شيئا فشيئا. فكتبا إلى الأم المسكينة يخبرانها بإصابة ابنتها بذات الرئة وبتكاليف العلاج التي تصل إلى 40 فرنكا.
فما كان من فانتين إلا أن ذهبت إلى تاجر الأسنان المستعارة من أجل بيع سنين من أسنانها الأمامية. لكن كوسيت كانت في الحقيقة لا تشكو من المرض، وهي بصحة وعافية تامة، بل كانت على عكس ذلك تعمل ليل نهار دون أن تعرف الراحة طريقا إليها، فقد طلب منها القيام بكل أعباء الفندق المدنية من كنس للأرض وتنظيف للأطباق ونقل لحقائب النزلاء. كوسيت، ماذا تفعلين هناك؟ ما زال أمامنا الكثير من الأعمال، طالما انتهيت من التنظيف هلمي لغسل هذه الثياب. أنت يا من لا تصلحين لشيء أبدا، تعالي. أمي ماذا تريدان؟ عقدي لي شريطا. وأنا أيضا يا أمي. فلتعقدها لك كوسيت، فأنا مشغولة الآن. هيا يا كوسيت. حاضر. هيا ساعديني. والآن دوري. حسنا، كنا في عمر واحد، ولكن كم كان الفرق بينهن كبيرا. ألم تنتهي بعد؟ حسنا. ما الذي تفعلينه؟ ثوبي، أمي، لقد داست على ثوبي أمي. ماذا تقولين؟ آسفة. أنقدم لك الطعام من أجل هذه التصرفات؟ ويلك. يا إلهي أرجو المعذرة. ها قد عاودت الكذب مرة أخرى، سألقنك درسا. خذي 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 خذي. لقد أفنت فانتين حياتها بغية تأمين ما يلزم ابنتها من نقود، ولكن ابنتها لم يصلها أي شيء، وها هي اليوم ماضية إلى عملها أيضا. هاي، ما الذي تفعلينه؟ قولي شيئا، هيا قولي شيئا. هاي أنت. أرجو المعذرة. أنا يمكنك الاعتذار جيدا؟ ارفعي رأسك، هيا هيا. كأنها شبح يا إلهي. لا غرابة في ذلك، فلم تذق وجبة دسمة منذ شهر كي تؤمن نقود ابنتها. هيا قفي واعتذري حالا. أرجوك عدها إلي يا سيدي، أرجوك. إذا أمسكت بها سأعيدها إليك. أرجوك عدها إلي، أرجوك. خذي خذي. يا لقساوة قلبيكما، ما الذنب الذي اقترفته؟ كيف كيف؟ سحقا لك يا امرأة، كيف تجرئين على ضربنا؟ من المفتش جابر؟ لماذا تترك امرأة مجنونة تعبث هكذا؟ ستهدئين داخل السجن وستبقين فيه 6 أشهر. 6 أشهر؟ وماذا سيحدث لابنتي إذا دخلت السجن لمدة 6 أشهر يا سيدي؟ لقد أسأت إلى رجل رفيع المستوى، وعقوبة ذلك 6 أشهر في السجن. أرجوك اسمعني يا سيدي، أنا لم أقترف ذنبا، كل ما حدث أنني تعثرت فاصطدمت بهما. أنا امرأة مسكينة، لقد سخر مني ووضع الثلج في ظهري. أرجوك يا سيدي، ستعرض حياة ابنتي وحياتي للخطر، أرجوك. هل انتهيتي؟ هيا تقدمي. أتوسل إليك. النجدة، ساعدوني. انتظر أيها المفتش. دع هذه المرأة وشأنها. ماذا قلت؟ لقد سمعت قصتها من هؤلاء الناس. الذنب ليس ذنبها، بل ذنب الشابين. كلا، لن أفعل ذلك. نعم. لماذا؟ الأسباب لا تهمني، لقد اعتدت هذه المرأة عليهما، والجريمة جريمة مهما تدنت في الصغر، والقانون لا يعرف الاستثناء. سألقي القبض على هذه المرأة، وأظن أن ذلك واجبي يا سيد. إني آمرك بصفتي محافظ البلدة أن تدعها وشأنها، أتفهم ذلك؟ لا
ليس لي خيار. أي اذهب اذهب. حسنا، طالما هذه هي الأوامر يا سيادة المحافظ. عفوا. إنها محمومة، يجب أن أستدعي لها الطبيبة حالا. أخذها جان إلى منزله حيث نامت لعدة أيام وكأنها في غيبوبة تامة، فقد تضاعف مرضها واشتد عليها بسبب الجوع والبرد. هل تحسنت حالتها؟ لا شك أن هناك طفلة ترغب هي برؤيتها. لقد أوصت برعاية طفلتها لإحدى العوائل، يجب إحضارها فورا. هذا ضروري يا دكتور. طبعا ضروري جدا. يا لتعاسة حالتها. في الحال كتب جان رسالة إلى العائلة يطلب منهم إحضار كوسيت إلى منزله، وقد ضمن رسالته مبلغ 200 فرانك نظير رعايتهم للطفلة. شيء محزن، يا للمرأة المسكينة، لقد عانت الأمرين بغية تأمين حياة كريمة في هذا العالم القاسي، وأنا أكثر الناس علما بطعم الحياة الأليمة التي عاشتها. ليتني أستطيع أن أساعدها. ماذا؟ لقد كسرت عجلة إحدى العربات وهي على أرض موحلة، واحتجز سائقها تحتها، وهذه الحادثة ستغير حياة جان فالجان. صدري! لقد تصدع صدري! النجدة! النجدة أغيط! أحضر الرافعة هيا! لن تكون هنا قبل 10 دقائق، فالحداد بعيد جدا يا سيدي. أفرغوا حمولة العربة. لا، إن أي حركة خاطئة ربما تقلب العربة وتودي بحياة سائقها. الأمر يزداد سوءا، العربة تنزل في الوحل. هيا. وتسارعت الأحداث، فإذا ما تركت العربة تغوص هكذا فلسوف تأتي على حياة السائق. فلينزل أحدكم أسفل العربة ليرفعها، سأعطيه 100 فرنك فعل ذلك. فلتكن 200 فرنك. 300 فرنك. 400. مستحيل. أتظن أن أحدا منهم يملك تلك القوة؟ طبعا واحد فقط يتمتع بتلك القوة، ولكنه مطلوب للعدالة، واسمه جان فالجان، ويعرفه الجميع بالمدية الحديدية. وبهذه اليدين سأمسك به وأقدمه للعدالة، فلن يستطيع أحد غيره مساعدة هذا المسكين، فقط جان فالجان. وعاش جان فالجان لحظات عصيبة. كان عليه أن ينقذ الرجل العجوز، ولكن كيف؟ كيف له أن يفعل ذلك دون أن يكشف عن حقيقة هويته؟ كلا، لن يستطيع. وماذا عن تلك المرأة المسكينة فانتين؟ إنها على فراش الموت، ويجب أن ترى ابنتها كوسيت للمرة الأخيرة. والآن أينقذ السائق أم يساعد فانتين وكوسيت التي لم يقابلها حتى الآن؟ لا بد من اتخاذ القرار، ولكن أي قرار؟ ساعدوني أرجوكم ساعدوني. أرجوك سيموت، يا
هاتوا أي شيء، ضعوا أي شيء هنا تحت هذه، هيا بسرعة، هيا. هيا ساعدوه، هيا هيا مساعدتي جميعا. لن انسى صنيعك هذا ابدا. انا بدين لك بحياتي، فليحمك الله ويرعاك على الدوام. شكرا شكرا لك يا المحافظ. نعم انه جان فالجان. واستحال الشك الى يقين، ففي تلك الليلة ارسل جافير رسالة الى مكتب شرطة العاصمة يوجه فيها التهمة الى المحافظ. اثناء ذلك كانت صحة فانتين تسير من سيء الى اسوأ يوما بعد يوم، وللان العائلة لم تتصل بجان لتطمينه عن كوسيت. كوزيت احترسي، سوف تصل في الحال، لا تقلقي. سيد المحافظ، ألم تأتي كوزيت بعد؟ هيا هيا اخلذي إلى الراحة ولا تقلقي كثيرا، هيا هيا ارتاحي قليلا، نامي. لما تأخرت إلى الآن يا ترى؟ أتمنى أن أراها يا سيدي. مع هذا كله لم يكن في نية العائلة إعادة كوزيت إلى أمها. ما الذي تفعله؟ إني أجهز فاتورة بخمسمائة فرانك لإرسالها إلى الأم، أتظنين أنني سأتخلى عنها مقابل ثلاثمائة فرانك فقط؟ لقد دفعت كل شيء بخصوص هذه الطفلة. يجب أن نستخدم عقولنا، ستدفع لنا ثمن علاج بناتنا، وما علينا إلا كتابة اسم كوسيت على فاتورة العلاج. يا لك من شرير حقا. أعجبتك. كانت الطفلة كوزيت جميلة جدا، فهل ستعرفها أمها إذا ما رأتها نحيلة ومتعبة هكذا؟ صباح الخير يا دميتي. هذه الدمية المعروضة في نافذة بيت الألعاب كانت صديقتها الوحيدة. أنت تعرفين كل شيء، ليس كذلك؟ لما لا تخبريني عن أمي؟ ماذا حدث لها؟ لما لا تأتي؟ كوزيت! كوزيت! ها أنت تتسكعين كعادتك، ما زال أمامك الكثير من الأعمال. أيتها الدمية، ابتهلي إلى الله تعالى كي تأتي أمي. أوه يا له من طماع، إنه يماطل ولا يتورع عن إرسال فاتورة بعد أخرى. يجب أن أذهب لأحضر كوزيت بنفسي. تفضل. سيد المحافظ، أرجو أن تعفيني من منصبي، أرجوك. ما هذا الكلام؟ أبلغت مكتب شرطة العاصمة في باريس بأنك جان فالجان. ماذا قلت؟ سخروا مني، يبدو أن جان فالجان قد اعتقل فعلا وسيقدم إلى المحاكمة غدا في الإلزاس يا سيدي، هذا ما سمعته. أتظنهم يخطئون في مثل هذه الأمور؟ وهل اعترف ذلك الرجل؟ كلا، بل يصر على أنه ليس جان فالجان ويدعي أن اسمه سين ماتيل. أوه يا إلهي. سيدي يجب أن لا تغفر لي ذنبي الكبير هذا، كما أرجو أن تعاقبني فورا، أرجوك يا سيدي أرجوك. يا لك من رجل صلب. أنا من الذين لا يتجاهلون أتفه الأخطاء، حتى أخطائي يجب أن لا تغفر أبدا أبدا. سأفكر بهذا الأمر. بلغني قرارك. وداعا. بعد ذلك لم يأتي جان فالجان بحركة واحدة، بل استغرق في التفكير حوالي خمس دقائق. يجب أن أعترف في الحال وأنقذ ذلك الرجل، لن أترك إنسانا بريئا يسجن مدى الحياة، ولكن
ماما أمي. ما الذي سيحدث لتلك الأم المسكينة ولطفلتها؟ ماذا سيحل بكوزيت؟ ماذا سيحدث للأم وابنتها؟ من الذي سيرعاهما من بعدي؟ سوف لن تعرف السعادة أبدا. إذا ما اعترفت بالحقيقة سأنهي كل أثر لجان فالجان. أوه يا إلهي. ها؟ شيء. إن سيا جان فالجان ما قاله ميريل، دعك من الماضي. جان فالجان هو سين ماتيل الآن. كلا، أنت جان فالجان. إني مخطئ حقا. أجل، أفضل الموت جوعا وأنا مرتاح الضمير على أن أعيش ثريا مع الإحساس بالذنب. سوف أعترف بالحقيقة، سأعترف بالحقيقة. وسرعان ما ركب جان العربة دون أن ينتظر بزوغ فجر يوم آخر. وما عساي أن أقول إذا سألت عنك فانتين يا سيدي المحافظ؟ قولي إني في اجتماع مطول أو أي شيء آخر. لقد تعودت قول الصدق ولست مستعدة أن أكذب الآن، ماذا أفعل؟ أرجو المعذرة. إذا قولي لها إني سافرت في عمل، لا تنسي ذلك. لا شك أن عملك في الألزاس مهم جدا. وأجبك إنسان يحتم علي أداء هذه المهمة مهما بلغت التكاليف. مع السلامة وبرعاية الله. هيا وأخيرا ترك جان الأم فانتين وابنتها كوزيت، ولكن قلبه كان يفيض قلقا عليهما. كانت كوزيت لا تعلم بمرض والدتها، بل تحلم وتطمح في لقائها القريب. يا لشدة البرد. كوزيت، ها أنت تتسكعين ثانية، أليس كذلك؟ أنت يا من لا تصلحين لشيء، يا لك من كسولة. أتسمين هذا عملا؟ أنا آسفة. ها؟ يداي، يداي. تكلمي، يا لك من كسولة. أنا متأسفة ولكن يداي تؤلمانك. يداك تؤلمانك، ها؟ يا لك من مخادعة. قلت لك آسفة، آسفة. انظري ماذا فعلت الآن. لا شك أنك تفعلين هذا كي تغيظيني. أرجوك تعالي. تفعلين. تعالي. تفعلين. سوف أغيظك. في ظهيرة اليوم نفسه كانت المحاكمة على وشك الانتهاء،
ومما يثير الدهشة أن المتهم سين ماتيل كان يشبه جان فالجان إلى حد بعيد، فله البنية ذاتها والعمر نفسه، ويعمل في قطع الأخشاب كجان فالجان تماما. مضافا إلى هذا كله شهادة زميل جان في سجن تورون. وقد اجتمعت كل هذه المصادفات لتجعل من الرجل جان فالجان. الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم وبشهادة الشهود، فليتقدم المتهم. لقد توصلت المحكمة إلى قرار الحكم أن المتهم الماثل أمامنا السيد سين ماتيل. ماذا؟ السيد ماتيل؟ إنه المحافظ. ما الذي جاء به إلى ترى ماذا وراءه؟ غرير. يجب أن تلقي القبض علي أنا شخصيا، ذلك الرجل ليس جان فالجان. أقول لكم الحقيقة، أنا جان فالجان. المحافظ هو جان فالجان؟ السيد مدلين، غير معقول. ما الذي جاء به؟ يبدو أنكم لا تصدقونني. حسنا، سأثبت لكم صدق ما أقول. ماذا سيفعل؟ لم نلتقي منذ مدة طويلة يا بولفي، ألا تذكرني؟ أنا أذكرك تماما. أليست الأرقام 13815 موشومة على ذراعك الأيسر؟ أرأيتم؟ كما قلت لكم، إنها تمثل تاريخ نزول نابليون في كان. صحيح، حقا ما يقوله صحيح. خبرني عن زميلنا بالو، أما زالت الندبة واضحة على كتفه الأيمن؟ فعلا يا سيدي، لا شك أنه هو جان فالجان. هل صدقتم الآن؟ أنا المدعو جان فالجان. كانت دهشة الحضور كبيرة لسماعهم اعترافات طريد العدالة جان فالجان. شكرا، شكرا لك يا سيدي، شكرا. لن أختفي أو أهرب بعد الآن، وجميعكم بات يعرف من أنا وأين أقيم، فما عليكم سوى أن تجيئوا لإلقاء القبض علي متى شئتم. شعرت فانتين بسعادة بالغة حين سماعها نبأ سفر جان. أيتها الأخت الفاضلة، ألم يعد المحافظ بعد؟ لقد تأخر كثيرا وأريد أن أرى كوزيت، لقد أوحشتني جدا. كلا، الوقت مبكر جدا، يجب أن تبقي نائمة الآن. هل لم أعد أشعر بأي مرض، سأرقص أمامك لأثبت لك أنني ما زلت بحاجة إلى الراحة. ودبت الحياة في عروق فانتين من جديد، وعاشت لحظات سعيدة بانتظار رؤية ابنتها. ألم يعد إلى الآن؟ أظنه قد تأخر. لقد بلغت كوزيت سن 7، ولا شك أنها ستبدو امرأة شابة إذا ما وضعت الخمار الأبيض على وجهها. ليتك تعرفينها، إنها جميلة جدا، رائعة. سيد المحافظ، أين كوزيت؟ لا داعي للانفعال أبدا، إنها هنا. سيدي، كان لابد له أن يقول لها هكذا. أين هي؟ أرجوك أحضرها إلي بسرعة، أرجوك. تريثي قليلا، فأنت ما زلت محمومة وسوف تزدادين سوءا إذا ما رأيتها. أنا بحالة جيدة، انظر إلي، انظر. لا تنفعلي. أستطيع سماع صوتها. كانت الأصوات التي سمعتها قادمة من البيوت المجاورة، ولكن بالنسبة لها فإنها لم تسمع سوى صوت ابنتها. هذا صوت كوزيت، أنا أعرفه تماما. انظر يا سيدي، إنها قادمة، انظر. كوزيت، المفتش جابر، لقد أتى ليمسك بي، ماذا عسي أن أفعل؟ لا تخافي يا عزيزتي، إنه أتى من أجلي أنا، لا تخافي، لا تخافي. أنت يا سيدي، لا
لم يعد محافظا بعد الآن، إنه اللص والمجرم السابق جان فالجان. جابر، أريد خدمة. خاطبني بسيد المفتش. تمهل 3 أيام فقط حتى أحضر ابنتها، أرجوك تمهل أرجوك. لا تريد أن تحضر ابنة المرأة المسكينة، بل تريد الهرب ثانية. هذا ما اعتدت عليه يا جان. ستذهب لإعادة ابنتي، إذن هي ليست هنا. كوزيت ليست هنا. أوه ابنتي، ابنتي ليست هنا. كوزيت أرجوك. فانتين، فانتين. سيدي المحافظ، كوزيت. فانتين، وصيتي لك كوزيت. حاضر، ستبقى في رعايتي، اطمئني. لا، فانتين، فانتين. هيا بنا. لقد قتلتها، لقد قضيت على الشيء الوحيد الذي كانت تعيش من أجله، أطفأت وميض آخر أمل في حياتها. أنت اصمت، أنت رهن الاعتقال. هيا. وهكذا تمكن المفتش جافير من اعتقال جان فالجان، وعلى الرغم من حب واحترام الناس له، إلا أنهم تخلوا عنه بعد أن أدركوا حقيقة هويته. لا بد من مساعدة كوزيت، فلقد وعدت أمها بذلك، وهذا ما سأفعله. في تلك الليلة، وبينما كانت السيدة تجلس حزينة إلى جانب فانتين، تأملت في الخير الذي فطرت عليه نفس جان الحقيقية. من هذا؟ سيد المحافظ، كيف تمكنت؟ لقد هربت، تمكنت من الخروج من خلف القضبان. نعم، خذي هاك مصاريف جنازة فانتين. سيدي المحافظ، يجب أن أذهب الآن. ألا تريد رؤية فانتين؟ هناك من يطاردني ويجب أن أسرع، وأكثر من ذلك هناك كوزيت، ولقد وعدت فانتين برعايتها. أرى نورا في الطابق الأعلى، هيا أسرعوا. أسرعي، أغلق الباب. حاضر. سترين يا فانتين أني ما زلت على عهدي، سوف أنقذ كوزيت دون شك، اطمئني. في تلك اللحظة العصيبة التي كان يعيشها جان، كانت كوزيت ما تزال تحلم بلقاء أمها التي فارقت الحياة. أظنك الأخت المربية، ليس كذلك؟ نعم، ولكن ماذا تريد يا سيدي؟ أجيبيني بصدق، ألم يحضر جان فالجان إلى هنا هذه الليلة؟ هيا أخبريني. كلا. حسنا، مع السلامة. يا إلهي، أرجو أن تغفر لي كذبي هذا، اغفر لي يا رب، اغفر لي. أرجو المعذرة، أنا السبب. كلا، ولكن الغريب في الأمر أني لم أتردد لحظة واحدة. أرجو أن يغفر الله لخطيئتي طالما أريد مساعدتك. شكرا جزيلا. في تلك الأثناء ذهب جان فالجان إلى البنك وسحب مبلغ 600,000 فرنك من مدخراته. في هذا اليوم كان فندق العائلة مزدحما على غير عادته، إنه يوم عيد. خير. يا له من يوم ممتع. البرد شديد والغابة مظلمة. حقا،
حتى أن القطط لا يمكنها رؤية طريقها فيه. تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لم تكن هذه المناسبة السعيدة لتجلب إلا مزيدا من المتاعب والأعمال المرهقة إلى كوزيت. لما تأخرت هكذا؟ هل أمي خذي حقائب ضيفنا إلى غرفتي؟ هيا. حاضر حاضر يا سيدي. ولا تنسي تقديم الماء إلى حصاني. نسيت أن أحضر الماء. يا إلهي. كما ظننت لقد نسيت أن أملأه بعد أن شرب الحصان. ماذا أفعل يا إلهي؟ ماذا سأفعل الآن؟ كانت المياه بعيدة عن القرية، مما ترتب على كوزيت أن تسير مدة 15 دقيقة عبر الغابة المظلمة لتصل إلى نبع الماء، فكانت تفضل عمل أي شيء على الذهاب ليلا. ماذا؟ كوزيت، ليس لدينا قطرة ماء، اذهبي لإحضار الماء. ولكن لم أنتهي من إصلاح هذا بعد. نعم. دعك من الجورة بالآن وأحضر الماء. كلا، دعيني أذهب غدا في الصباح الباكر. أرجوك، أنا أخاف الظلام. أرجوك يا سيدتي، سأذهب في الصباح الباكر، أنا أخشى الظلام. أرجوك. ألم تقدم الماء للحصان بعد؟ ماذا؟ لقد سقيت الحصان، قدمت له الماء فشربه. يا إلهي، لقد سقيت. صدقوني، أنا لا أكذب عليكم، صدقوني، لقد شرب كل ما في الدلو. لا شك أنها كاذبة، فأنا أعرف حصاني، أعرف ذلك من الطريقة التي يتنفس بها، أنها كاذبة حقا. والآن هيا قدمي له الماء، أسرعي، هيا بسرعة. كوزيت، يا لك من فتاة جحودة، هذا جزاؤنا بعد أن أويناك؟ تعالي هيا بسرعة. انتظري لحظة، أذهب غدا في الصباح. كفاك سخفا، خذي اشتري لنا بعض الخبز. حاضر. حافظي على النقود. ها؟ حاضر. مساء الخير يا دميتي، لا شك بأنك سعيدة هنا، ترتدين ثيابا جميلة وتقين نفسك من قساوة البرد، ويجتمع من حولك جميع الأصدقاء. أنا أحسدك كثيرا. والآن علي أن أذهب، الغابة مظلمة موحشة، أنا أخاف الغابة. أرجوك ساعدني يا رب. كوزيت اذهبي، الله سيرعك يا عزيزتي. أمي أمي، لا تذهبي. هيا يا كوزيت، كوني شجاعة. حسنا يا أمي، أنا أصدقك. كانت كوزيت تخاف الغابة إلى حد كبير. يا إلهي، كانت أصوات وقع أقدام الحيوانات تبدو لها كصرخات الأشباح المفزعة. يا
وأخذت تعدو مسرعة بعد أن دب الفزع في أوصالها. وبذلت قصارى جهدها لتفرغ من هذه المهمة الصعبة البغيضة. لم تنتبه إلى سقوط قطعة النقود من جيب سترتها. لم تكن العودة يسيرة أبدا، فقد كانت كوزيت تحمل دلو الماء الثقيل مما جعلها عاجزة عن الجري. ساعديني يا أمي، أرجوك ساعديني. من يكون ذلك الرجل الذي ظهر فجأة أمام كوزيت داخل الغابة المظلمة؟ وما الذي دهاه؟ إنه جان فالجان الحقيقي الذي فر من السجن. هذا ثقيل عليك، أنا أحمله عنك. والآن هيا بنا. من طلب منك أن تحضر الماء في هذا الوقت؟ السيدة التي تربيني. ما اسمك؟ كوزيت. كوزيت؟ أوصيك بكوزيت يا سيدي. كوزيت، كوزيت. لا شك أن المتاجر تعمل حتى ساعة متأخرة. طبعا، وخاصة في المناسبات، فالليلة هي العيد. وصديقاتك هل يعملن مثلك؟ صديقاتي يلعبن منذ الصباح حتى المساء، أنا الوحيدة التي لا تلعب. لا ألعب أبدا. أنت تعملين طوال النهار إذن؟ منذ الصباح الباكر وحتى ساعة متأخرة. ما هذا، أنت لا ترتاحين أبدا يا كوزيت. كلا لا أرتاح أبدا. مساء الخير يا دميتي. هذه هي الأميرة، صديقتي الوحيدة. يا لجمالها. أرجوك دعني أحمل الدلو، سيضربوني إذا ساعدني أحد. شكرا لك يا سيدي، مع السلامة. كوزيت.
مصير الذي كنت مشتاقا إليك. أين كنت تعبثين طوال هذا الوقت؟ المعذرة يا سيدتي. مساء الخير. أهلا، تفضل يا سيدي. هل معك نقود يا سيدي؟ فالإقامة هنا باهظة الثمن. كم تريدين؟ الليلة الواحدة بـ20 فرنكا و40 مقدما، وإلا فعليك بفندق آخر. تفضل يا سيدتي. أنت محظوظ فعلا، هذه ليلة العيد ولن تجد غرفة في أي مكان. تفضل. كوزيت، أين الخبز؟ من شدة سعادتها بلقاء الرجل الغريب نسيت كوزيت شراء الخبز. المخبز مقفل يا سيدتي. نعم. مقفل؟ لقد قرأت الباب مرتين فلم يجبني أحد. نعم لم يجبني. يا للطفلة المسكينة، لابد لها من الكذب كي تنجو من شرهم. حسنا، أعطيني النقود. أين هي النقود؟ أرجوك سامحني. لقد تحملتك بما فيه الكفاية هذا اليوم، سألقنك درسا. أرجوك سامحني هذه المرة فقط، لن أعود لمثل ذلك. خذي خذي خذي. انتظري لحظة يا سيدتي. ها؟ لقد عثرت على النقود الضائعة، تفضلي ها هي النقود. كانت تلك بالطبع نقود جان فالجان. شكرا يا سيدي، لا حاجة لضربها الآن. كم أمقت الضرب، ولكني مجبرة على ذلك من أجل تربيتها. ها هيا أسرعي، أدخلي الماء ثم أكملي حياكة الجورة. حاضر. تفضلي يا سيدتي. نعم يا سيدي، أتريد شيئا آخر؟ تفضلي، أنا أريد شراء الجارب الذي تحيكه هذه الفتاة، وأريدك أن تسمحي لها باللعب خارج المنزل. 5 فرنكات؟ لقد كان هذا الثمن كافيا لشراء 20 زوجا من الجوارب. والآن وبعد أن أعفيت كوزيت من حياكة الجورب، لم تدري ما الذي تفعله، ولكنها تعرف تماما تلك السعادة التي حملها لها الرجل الغريب. هيا اذهبي والعبي. شكرا. وانطلقت كوزيت مسرعة للقاء صديقتها الوحيدة الدمية. دميتي. وضحكت كوزيت للمرة الاولى منذ عدة سنوات، كما انها شعرت بالعطف للمرة الاولى ايضا. كانت الحرية بنظرها أن تتحدث إلى دميتها دون حرج مهما طالت مدة الحديث، لذا فقد اعتبرت ليلة العيد أجمل ليلة. قل لي يا زوجي العزيز، من هو ذلك الرجل؟ ترى من هو؟ إنه رجل غني، وعلينا أن نوفر له الراحة التامة. حسنا حسنا. أين كنت تعبثين يا كوزيت؟ ألا ترين أننا مشغولون؟ خذي المفارش على الضيوف. حاضر. من أين لي أن أطعمها إذا لم تكسب لقمتها بعرقها؟ ماذا حدث لأمها يا ترى؟ أمها لا شك أنها ماتت، لم تكن لترسل لي شيئا، والفضل لي أن هذه المسكينة لم تموت من الجوع. نامي يا صغيرتي، نامي 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 يا دميتي الحلوة، نامي 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 يا دميتي الحلوة، نامي نامي يا دميتي الصغيرة، نامي نامي نامي. انظري اليها يا ايبونيا،
الكلب. يا إلهي تظن عدمية. أرجوكم هيا هيا عدمية عدمية لم تكن بالفعل سوى قطعة من الخشب، ولكنها كانت تساوي الكثير الكثير بالنسبة لكوزيت، فلم تحمل بين ذراعيها دمية حقيقية منذ أن ولدت، وغمرت السعادة قلب كوزيت، فقد حصلت الآن على دمية حقيقية. دمية. يا دميتي، أرأيت دميتي يا كوزيت؟ أمي، لقد أخذت كوزيت دميتي يا أمي. أمي كوزيت، كوزيت، يا لك من فتاة متعبة حقا. هل يصفحون عنها هذه المرة؟ هل يغفرون لها خطيئتها؟ كان عليها أن تدفع ثمن تلك السعادة القصيرة جدا. يا للطفلة المعذبة المسكينة، لقد أدرك جان أنه الوحيد الذي يستطيع إنقاذ هذه الطفلة البريئة. لما أخذت دمية ابنتي؟ تكلمي تكلمي. إيه؟ ما الذي دعاك حتى إلى لمسها بيديك القذرتين؟ أتظنين أن بكاءك يخلصك من العقاب؟ كلا، من تظنين نفسك أيتها المتشردة؟ سألقنك درسا لن تنسيه أبدا، سترين الآن. سأربيك. تعالي تعالي هنا. اخرجي اخرجي بسرعة، اخرجي ايتها المتسولة. لا تفعلي ذلك. لماذا لا تقولين شيئا؟ خذي لا لا ارجوك، خذي ايتها المتسولة، لابد ان اربيك. خذي ارجوك. لماذا لا تعتذري؟ اعتذري، سأربيك. تفضل يا سيدي. حاضر. ماذا تطلب يا سيدي؟ قل لي. ألا يكفي ما أصاب هذه المسكينة؟ خذي هذه لك، خذي. كم كانت دهشة كوزيت كبيرة. خذيها يا عزيزتي، خذيها. لقد أصابت الدهشة جميع من حولها، فلم يعتد أحد هذا المشهد الغريب. ما الذي دهى هذا المسافر الغريب حتى يشتري دمية باهظة الثمن كهذه ليقدمها إلى الفتاة المسكينة ذات الثياب البالية؟ خذيها يا عزيزتي، إنها لك. لا تخافي يا كوزيت، فإن الله معك ولن ينساك أبدا يا صغيرتي. حقا إنها لي، حقا. أتسمح لي بأن ألمسها؟ أتسمح؟ إنها ملكي ملكي. شكرا
أيها السيد، شكرا. لقد صدق ظني، هذا العجوز غني جدا جدا. أمي اشتري لي واحد أرجوك. وأنا أيضا يا أمي. قلت كفى، هذا الرجل سيسبب لي الكثير من المتاعب. لن أدع فرصة ذهبية كهذه تفوتني، سأسلبه نقوده بأي طريقة. على الموقد وضعت الفتاتان حذائيهما من أجل هذا العيد، وقد وضعت السيدة قطعة نقود صغيرة في داخل كل منهما، إلا أن حذاء كوزيت كان خاليا. لا شك أنها اعتادت أن تضع حذاءها هنا كل عام وتجده خاليا. يا للفتاة المسكينة. وانبلج صباح يوم العيد. صباح الخير يا دميتي. والآن انتظريني هنا حتى أفرغ من عملي. ماذا أرى؟ قطعة نقود ذهبية. عرفت كوزيت مصدر هديتها مباشرة. إنها هدية الرجل العجوز، لا شك في ذلك، ولكن من هو يا ترى؟ إنه لا يتأخر في مساعدتي كلما احتجت لذلك. لقد ساعدني كثيرا، اشترى لي دمية جميلة، كم أنا ممتنة له، ليته يبقى إلى جانبي دوما. إنه رجل رائع. 23 فرانكا؟ وهل سيدفع هذا المبلغ في ليلة واحدة؟ سيدفع، ولكنه يبدو غاضبا. إن ديوننا تصل إلى مبلغ 1500 فرنك، أفهمتي؟ صباح الخير. صباح الخير، شكرا جزيلا على هديتك. لا شك بأنه سيرحل، وسترحل معه سعادتي، وسأعود وحيدة كما كنت دائما. هل ستغادرنا الآن يا سيدي؟ الحساب من فضلك. حاضر حاضر، تفضل يا سيدي. 23 فرانكا؟ أجل، فالحساب يشمل مصاريف الغرفة والطعام والتدفئة سأدفع لك 15 15 20 23. بالمناسبة أريد أن أتولى رعاية كوزيت، ما رأيكم؟ رعاية كوزيت؟ تريد كوزيت إذن؟ حسنا يا سيدي، يجب أن نبحث هذا الأمر ماليا. لماذا تريدها؟ قل لي لماذا؟ أليست الطفلة عبئا عليكما؟ ومن قال ذلك؟ نحن نحبها كثيرا. حقا؟ طبعا طبعا، لقد اتت الينا منذ حداثة سنها، فاطعمناها والبسناها وكأنها ابنة لنا. ولا تنسى انها عندما مرضت صرفنا عليها ما يزيد عن 40 فرانك، هل تعلم ذلك؟ فهمت الامر. والان كم تريدين؟ نريد 1000 فرانك. 1000 فرانك.
خذها. ألف فرانك، ألف فرانك. أجل أجل. والآن سأخذ هذه الطفلة معي. طبعا طبعا طبعا. كوزيت يا كوزيت. كوزيت تعال يا عزيزتي. كوزيت خذي هذه الثياب ارتديها. ستأتين معي أليس كذلك؟ طبعا. حتى أن ثيابها جاهزة معه، ترى ما السر في ذلك؟ وداعا. هيا وهكذا ودعت كوزيت البيت الذي سقاها ألوان العذاب طوال السنين الماضية. أفوت علي فرصة الثراء؟ ها؟ ألم تكن ثياب كوزيت جاهزة معه؟ أي أنه كان قد خطط لاصطحابها. الأمر ليس صدفة. أنا أيضا دهشت لذلك. سحقا، ألف فرنك فقط. لا شك أنه كان على استعداد لأن يدفع 15,000 من الفرنكات. أسرع يا عزيزي. حسنا، انتظريني قليلا. كم كانت سعادة كوزيت كبيرة، إنها تغادر بصحبة الرجل العجوز الذي طالما أحبته. لكن التساؤلات كانت ما تزال تراودها عن حقيقة مراد هذا الرجل. من هو هذا الرجل يا ترى؟ لقد قالت أمي لن ينساك الله أبدا في الأوقات العصيبة. أجل، إنها رعاية الله دون شك. إن الله يحبني. معذرة، لن أستطيع السماح لك بأخذ كوزيت. إن المبلغ الذي دفعته لي ليس كافيا. تعالي إلى هنا يا كوزيت. لا، لقد أوصتني أمها برعايتها وهي على فراش الموت. دعها وشأنها. ماذا؟ أمي ماتت؟ أمي؟ أحق ما تقول؟ قل لي أيها السيد، قل لي. انتظر لحظة، لما لا تدفع لي جميع ديونها طالما أنت صديق لها؟ خذ. ما هذا؟ كانت تلك فاتورة الحساب التي أرسلتها العائلة إلى فانتين. لقد دفعت كل ما جاء في هذه الفاتورة. سحقا، أنت تعرف إذا كل شيء. أعطني 3,000 أخرى. دعني، اترك البندقية. لص قاتل، لص. قف، انتظر انتظر. 500 فرنك فقط يكفيني. آي.
الشرطة بالأمر. يا لك من محتال، أنت محتال، أنت ذلك محتال. ايه يا كوزين؟ لا تبكي يا عزيزتي، لا تبكي. هل ما قلته صحيحا بشأن امي؟ اخبرني، ارجوك اخبرني بالحقيقة. هل قلت الصدق؟ أمي الحبيبة، أمي. وهكذا عرفت كوزيت المسكينة بنبأ وفاة أمها. كم كان وقع الخبر عليها قاسيا. مسكينة. يجب ألا تبكي عزيزتي كي لا تسخر منك الدمية. ولكن هذه الدمية أمك وأنا معك، لذا لن تشعري بالوحدة. هيا بنا يا عزيزتي، هيا يا كوزيت. في المساء وصل جان ومعه كوزيت إلى باريس، ونزلا في منزل قديم. وقد اختار جان هذا المكان ليكون بعيدا عن أنظار الناس. وبزغ فجر يومهم الأول في باريس. كوزيت استيقظي. كوزيت. نعم يا سيدتي، أنا جاهزة حالا. أوه يا إلهي، ماذا أفعل؟ لا أجد المكنسة. أوه لم أنظف. كوزيت. كوزيت، أنت في باريس؟ حقا أنا في باريس. يا إلهي يا للروعة، كما أنا سعيدة، سعيدة جدا. شكرا لك، شكرا. وابتدأت حياتهما مع بعض هكذا. اختطف رجل غريب فتاة في السابعة من العمر في بلدة مونت فروميو. والدة الفتاة تدعى فانتين. أوه، لا شك أنه هو هذا الرجل. إذن جان فالجان، أرجوك امهلني ثلاثة أيام فقط كي يحضر ابنتها إليها. أكذا جان فالجان كان هناك في تلك البلدة؟ أين سيذهب هذه المرة؟ إذا أراد رجل أن يختبئ ومعه طفلة، طبعا سيختبئ في مدينة كبيرة كباريس، أنا متأكد. أمضى جان وكوزيت قرابة شهر بأمان في باريس، وقد ألفت كوزيت جان تماما وأصبحت تدعوه بابا. أبي، هل سنذهب للنزهة يا أبي؟ أخبرني. كلا، علينا أن نتريث قليلا. لماذا نخرج في الليل دائما؟ لأن صديقك لا يأتي في النهار يا عزيزتي، ولذلك نحن نلتقي به ليلا. أتقصد ذلك المسكين الذي تعطيه النقود يا أبتي؟ حسنا، سأتدرب على الكتابة. كانت سعادتهما مع بعض تشبه سعادة الأحلام إلى حد بعيد، فلقد عانى كلاهما من الوحدة طويلا، وكانت حياتهما متشابهة إلى حد كبير، وقد جمعتهما خبرة تلك الحياة المليئة بالأحزان والمآسي. شا
شكرا جزيلا، شكرا. ليحفظك الله. ليت الله يمن عليهما بهذه السعادة دوما. ولكن ذات ليلة، شكرا جزيلا. واسترجع كل منهما وجه الآخر، إلا أن وجه الشحاذ قد تغير، إنه وجه المفتش جافير الذي لا ينسى. وفجأة أحست كوزيت بشعور خفي يملأ صدرها حينما نظرت إلى جان. في تلك الليلة عانى جان من كابوس مزعج. يا له من كابوس مزعج حقا، يجب أن أتأكد غدا، يجب ذلك. تفضل يا سيدي. شكرا جزيلا على كرمك يا سيدي، أرجو من الله أن يشملك برعايته. كم كنت واهما. وفي تلك الليلة كانت فتاة صغيرة تلعب بالكرة، ثم تدحرجت الكرة فسقطت في بركة كيف تقرأ هذه الكلمة؟ هذه ضفدعة. فخرجت لها ضفدعة وقالت لها: خذي هذه الكرة. كوزيت انتبهي. إنه المفتش جافير. لم يكن جان واهما إذن، لقد تمكن جافير من اكتشاف مخبأ جان وسيدخل المنزل في أي لحظة. ماذا حدث يا أبي؟ ماذا؟ إنها السيدة التي كنت عندها. وهل جاءت لتأخذني؟ هيا أبي، أبي. لن نبقى هنا أكثر، هيا بنا، هيا.
خذني معك. هيا هيا بسرعة هيا. حسنا. وهكذا فر الاثنان بعد أن عرف مكانهما، هربا في الليل جريا ضارعين إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظهما من كل مكروه. وانطلق جافير بحثا عنهما من جديد. هيا لا شك أننا سوف ننجو إذا عبرنا النهر. كان لابد لهما من التوقف عند البوابة قبل عبور الجسر. قد نجونا. هيا في مكان ما هنا. تحرك أنت من هذا الاتجاه وأنت من هناك. هيا هذا الطريق يمر لكم بجدار عالي يا سيدي. تحرك. هيا الطريق مسدود في نهايته. سأقبض عليك. إنهما هنا. توقفا توقفا. هيا الحقوهما. كان الجدار عاليا جدا ولم يكن ممكنا تسلقه. سيلحقون بنا يا أبي سيلحقون بنا. إذا تكلمت سوف يجدوننا فعلا. أتفهمين؟ اسكتي. تعلقي برقبتي جيدا يا كوزيت. هيا هيا اغمضي عينيك. هيا هيا بسرعة يا عزيزتي. هيا لا تخافي. هيا 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 الطريق مسدود. لم يكن باستطاعة أحد أن يفعل ما فعله جان، وكأن قوة خفية قد ساعدته على النجاة من الخطر. هيا بسرعة تحركوا اقبضوا عليهما. هيا حاضر سيدي. حركوا سيدي.
لن تفلت مني أبدا. أشعر بالبرد. إن حرارتها مرتفعة يا إلهي. أشعر بالبرد، أشعر بالبرد. كوزيت، كوزيت. أشعر بالبرد. حرارتها مرتفعة. يجب أن أفعل شيئا، حالتها خطيرة. أشعر بالبرد، أشعر بالبرد. ماذا أفعل؟ ربما يكون جافير. لم يكن أمام جان متسع من الوقت، فقد باتت حياة كوزيت معرضة للخطر. اسمع، أعطيك 100 فرنك إذا أخذتني إلى مكان دافئ، ما رأيك؟ المحافظ مادلين. ألست المحافظ مادلين يا سيدي؟ هذا أنا يا سيدي، ألا تذكرني؟ لقد أنقذتني من تحت العرب في مونتريال. النجدة. إذن أنت ذلك الرجل؟ نعم. أراك في صحة جيدة، ولكن ما الذي تفعله في هذا المكان؟ لقد شلت رجلي على أثر ذلك الحادث، وقد وجدت لي عملا في هذا المكان. أنسيت كل هذا؟ لن تتمكن الشرطة من الوصول إلى هنا. ليتني أستطيع أن أختبئ مع كوزيت في هذا المكان. اسمع، هذه الطفلة بحاجة إلى رعاية، ستموت إذا تركت هكذا. ساعدنا أرجوك. لا من دواعي سروري أن أساعدك يا سيدي، فأنا مدين لك بحياتي. هيا إلى كوخي. وسرعان ما حملا كوزيت إلى الكوخ، وهناك أخبره جان بكل ما حدث بعد أن قدم الرعاية اللازمة لكوزيت. هكذا إذن، لقد أدركت الآن سبب وجودك هنا، فلا يسمح للرجال بدخول هذا المكان مطلقا. لا يسمح بدخول الرجال؟ أجل، ليس هنا من الرجال سواي، وهناك حرس البوابة أيضا، ولا يجوز للنساء حتى رؤية الرجال. انظر، النساء يركضن حين سماع الجرس. هل هن متشددات لهذا الحد؟ كنت أفكر أن أبقى مع كوزيت هنا. دع ذلك لي أرجوك، سأذهب لأبحث الأمر مع المديرة. هل ستوافق؟ أجل، إنهم بحاجة إلى بستاني، وسأخبرهم أنك أخي الصغير. نعم يا سيدي. شكرا جزيلا لك. ولكن أمامنا مشكلة كبيرة أيها المحافظ. مشكلة؟ ما هي المشكلة؟ علينا أن نجد أولا طريقة كي تغادر هذا المكان، ثم تدخل إليه ثانية وبشكل رسمي. أخرج من هنا؟ الخروج أولا ثم الدخول ثانية، تلك هي المشكلة. لن يستطيع جان تسلق الجدار من جديد كي لا يراه أحد، وإذا ما خرج من البوابة فسيجد الحرس بانتظاره. سأخرج الفتاة بسهولة ويسر، سأضعها داخل هذه السلة وأعبر بها البوابة، لكن المشكلة في خروجك. لماذا تقع الأجراس الآن؟ لقد ماتت امرأة ذات شأن كبير، وستظل تقرع الأجراس حتى يغادر تابوتها المكان. ولكن سيكون التابوت فارغا. تقول فارغا؟ لماذا؟ لا ترفع صوتك أرجوك، أخشى أن يسمع أحد صوت رجل غيري. ولكن قل لي، لماذا التابوت فارغ؟
في الحقيقة لقد أوصت المرأة أن تدفن سرا أسفل هذا المكان بعد مماتها. والقانون ألا يسمح لأحد أن يدفن إلا في مقبرة المدينة؟ لذا سيغادر التابوت فارغا كي يدفن في المقبرة، وقد كلفت بهذه المهمة السخيفة يا سيدي. هذا جنون، تغادر داخل التابوت، سيدفن التابوت بمجرد مغادرته هذا المكان، هذا جنون. ليس أمامنا أي خيار، أرجوك فلنتدبر الأمر من أجل هذه الفتاة المسكينة. حسنا لقد فهمت، الله ولي التوفيق. في صباح اليوم التالي استعادت كوزيت قوتها وعافيتها. أفهمت ما قلته لك؟ عليك بالهدوء داخل هذه السلة، ستخرجين وأنت بداخلها. أين سأذهب؟ سوف يهتم فاشلوفان بكل شيء. سأخذك إلى بايعة الفاكهة فهي امرأة تكتم السر، هيا بنا. سوف آتي إليك في الليل يا عزيزتي. هل ستأتي فعلا؟ لا ريب في ذلك، فأنت كل حياتي يا كوزيت، كل حياتي. كانت كوزيت دائما تنظر إلى جان فالجان نظرة الطفلة إلى أمها وأبيها، كانت تجد عنده الحب والحنان. حسنا سأكون بانتظارك، لا تتأخر أرجوك، لا تتركني. لا لن أتأخر، اطمئني يا عزيزتي اطمئني. ولكن أخشى أن تتأخر. كوني شجاعة يا كوزيت، ألا تريدين أن تعيشي معي دائما؟ نعم. يجب أن تتحلي بشجاعة إذا أردت الفوز بالسعادة. لقد فهمت. أحسنتي. لا شك أنك تعاني الكثير نظرا لسنك. سيأتي أخي الصغير قريبا لمساعدتي. شيء جميل. لا تنسى أن تأتي إلي يا أبتي. وهكذا استطاعت كوزيت مغادرة المكان بأمان. في المساء اختبأ جان داخل التابوت ونقل إلى مقبرة المدينة. على الرغم من الثقوب العديدة في جدار التابوت إلا أن جان كان يتنفس بصعوبة بالغة. أسرع أيها الرجل، أريد أن أغلق الباب. كل شيء على ما يرام، وهذا إذن المرور. لست بحاجة إلى إذن، لأن عليك في هذه الحالة دفع غرامة 15 فرنكا. وابتدأت مراسم الجنازة، وسيوارى التابوت في التراب حالما تنتهي مراسم الدفن. أما فوشلوفان فكان عليه أن يتخلص من حفار القبور بإرساله إلى المطعم ليأكل حتى يتسنى له تحرير جان. مرحبا أيها العجوز. من أنت؟ أنا حفار القبور مساعدك. ولكني لا أعرفك. أنا بديل الحفار السابق، فهذا يوم راحته. يا للمصادفة العجيبة، كيف سيتمكن الآن من إخراج جان؟ كان يأمل أن ينتهز فرصة ذهاب الحفار القديم إلى المطعم ليقوم بالمهمة، ولكن كيف يتصرف الآن؟ وكما كان متفقا عليه أسرعت كوزيت إلى الشارع بعد أن تركت بائعة الفاكهة من أجل انتظار قدوم جان. كانت كوزيت متيقنة تماما من قدوم جان، إلا أن شعورا بالقلق كان يغمر قلبها ويكاد يطبق على أنفاسها. أبي تعال إلي بسرعة. كوزيت. هيا فلننهي العمل بسرعة، هيا. أه
أنا انتظر. ماذا تريد؟ ما رأيك في أن نتناول الطعام ثم نأتي لإكمال العمل؟ فنحن جائعان. ليس من عادتي أن آكل قبل العمل. هيا. وغطت الرمال فتحات التهوية، وشعر فوشلوفان بالاختناق وكأنه داخل التابوت. على الرغم من محبة كوزيت للتفاح، إلا أنها لم تستطع أن تتناول منه شيئا نظرا لانشغال فكرها بجان. ما الحمل الآن؟ وجدتها. بالمناسبة يا صاحبي، أين بطاقة مرورك؟ سيغلقون البوابة. نعم. أتظن أن شيئا كهذا يفوتني؟ إنها معي هنا. ها؟ التاريخ؟ ها؟ أين هي؟ ماذا حدث؟ بطاقتي. البوابة ستغلق الآن، ولا شك أنك ستدفع الغرامة. نعم يا صاحبي نعم. لا 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 أريد أن أدفع، أرجوك أتمم العمل عني. بكل تأكيد. يجب أن أسرع. أرجو من الله أن أجده حيا. أيها المحافظ، أيها المحافظ، يا للهول، لقد مات. معذرة أيها المحافظ، لقد بذلت قصارى جهدي لإنقاذ حياتك ولكني لم أستطع. لا تخف. أما وجدت حيا؟ ما زلت حيا، لا تخف يا عزيزي. لقد كان وقع التراب علي كالصاعقة تماما. الحمد لله، الحمد لله. ها قد أتى الليل ولم يأتي جان بعد. يا لهذه الفتاة المسكينة التي لم تعرف طعم السعادة. لقد ظنت أنها ستلقى السعادة التي تنشدها أخيرا، ولكن سرعان ما تبدد هذا الأمل حينما طال انتظارها. يا إلهي، متى يأتي أبي؟ لماذا تأخر؟ ها؟ من هذا يا ترى؟ أبي! كوستي! أبي! 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 كوستي! أبي! أبي! كوستي! أبي! 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 كوستي! أبي! تفضل يا أبي. إنها لذيذة. نعم لذيذة طبعا يا أبي. وهكذا استطاع جان بمساعدة فوشلوفان الخروج هو وكوزيت بأمان. وفي تلك الليلة عبر جان مع كوزيت البوابة الأمامية، ولكن المشكلة لم تنتهي بعد، فكان عليهما مقابلة المديرة كي تأذن لهما بالعيش هنا. ادخل. تفضل إلى هنا، تفضل. شكرا يا سيدتي. أو حسنا، أنت أخ فوشلوفان أليس كذلك؟ أجل يا سيدتي، أنا أخوه. وأنت ما اسمك؟ جان فوشلوفان. وهل إيمانك بالله قوي؟ نعم، فأنا أعيش حياتي دون أن أؤذي أحدا يا سيدتي. هم.
أرجو أن تزوديه بجميع لوازم عمله وجهيزه أيضا. حاضر. شكرا، شكرا لك يا سيدتي. تفضل إلى الغرفة المجاورة، ستجد كل ما تريد. لا أظن أن هذا الرجل صادق فيما يدعي، ربما يكذب. ربما هو كذلك فعلا. ولما سمحت له بالعمل إذن؟ لأني رأيت الخير في كلماته، لقد رأيت الألم يعتصر قلبه عندما كذب، كما أني رأيت الصدق في عينيه عندما قال إنه رجل مؤمن حقا. وهكذا سمح لجان بالعمل في الحديقة، أما كوزيت فقد سجلت في المدرسة كي تدرس هناك مع فتيات في سنها. كوزيت، ها هي الثياب التي كانت ترتديها، سأعطيها لك. والآن يا كوزيت قولي لأبيك ليلة سعيدة، ستمكثين هنا مدة. ليلة سعيدة يا أبي. ليلة سعيدة يا كوزيت. أبي أرجو أن تحفظ لي هذه يا أبتي، ستبقى معك. وعاد جان إلى كوخه الصغير، عاد ليطوي صفحة قديمة من حياته بكل ما فيها من ذكريات. وهكذا كانت تسمع أصوات جرسين صغيرين قرب منزله. أصبحت مطمئنا الآن على حياة كوزيت. أضحت كوزيت فتاة لامعة سعيدة مختلفة تماما عن تلك الطفلة التعسة المسكينة. أبي. كانت تذهب لترى جان لمدة ساعة كل يوم، وكان هذا العالم الهادئ الصغير محاطا بأسوار عالية. أبي تعالي حسنا. تمهل يا كوزيت. حسنا. هيا. وهكذا انتهت رحلة العذاب والألم الطويلة، انتهت نهاية سعيدة، نهاية تكفل لجان وكوزيت العيش بأمان جنبا إلى جنب.